البنات ليديز ام البنات. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد جوج ديال الوصفات اللي حقا ساهلين كتقدر تكون فكره للفطور. هاد الحريشات اللي معمرين بالبصله والزبيب اللي معسلين. فوالا شوفوا كيفاش كيجيو معنا، فوالا كيجيو غزالين من الداخل، فوالا كيجيو معسلين. فوالا هادو بالنسبه للحريشات، وهذه الشوربه اولا لا سوب ديال لافوان، الشوربه ديال الخرطال ولا كل كيولاش الخرطال الشوفان، المهم بزاف ديال السميات. فوالا كيفاش كتجي معنا حقا واحد الشوربه اللي سهله، يعني ما فيهاش المقادير بزاف وسهله كتحضر في وقت وجيز. فوالا شوفوا كيفاش كتجي معنا وصيغتو بانها صحيه. فوالا فوالا هادو كانوا جوج الافكار بالنسبه للفطور ديال رمضان. دابا ان شاء الله ندوزو للمقادير طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 500 غرام ديال السميده، السميده المتوسطه، السميده اللي كنديرو بها الحرشه. عندي هنايا قبيصه ديال الملحه، عندي هنايا 100 مليلتر ديال الزيت البلديه، الى عبرنا بالكاس ديال العنبه كاس لارو. عندي هنا معلقه كبيره ديال السكر، عندي جوج معالق كبار ديال الماء زهر. غادي ناخذ خميره ديال الحلوه معلقه صغيره. وبالنسبه للحشو غادي ندير جوج ديال الاشكال. الحشوه الاولى هنايا عسلت واحد البصله، بصله وحده تقريبا متوسطه، عسلتها درت فيها الملحه وخليتها حتى تشحرات مزيان، وعاد زدتها الزبيب العنب المجفف، وزدتها معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال السكر. فوالا يعني هذا بحال التفايه، الا نقدروا نقولوا بحال التفايه. فوالا والحشوه الثانيه غادي نستعمل فيها الفرماج اطارتيني، فرماج طبيعي ديال الدهن. فوالا دابا ندوزو لطريقه التحضير، وغادي نحتاج الماء باش غادي نخلط. فوالا هنا ديجا عندنا الملح، غادي نزيد السكر، غادي نزيد المعلقه صغيره ديال الخميره. فوالا تقريبا نص بكيه، يعني 5 غرام، هذه فيها 10 غرام، 5 غرام. نخلط هاد النواشف هي الاولى، غادي نزيد هاد الزيت، وغادي نبسبسها مزيان بهاد الزيت هادي تدخل فيها مزيان. صافي من بعد ما بسبستها مزيان بهذيك الزيت البلديه، دابا غادي نزيد هاد جوج معالق ديال الماء زهر. هاد الماء زهر كيبقى كاضافه بالنسبه للتنسيم، الا بغينا نسموها بحاجه اخرى نسموها باش ما بغينا، بفاني، بقرفه، بون. دابا غادي نبدا نخلط، دابا غادي نبدا نخلط بالماء، نخلطها بشويه بشويه، ما خصهاش تعجن. عارفوا بان الحرشه ما كنعجنوهاش، غير كنخلطوها. بعد ما كملت بالتخلاط غادي نغطيها، نخليها واحد 5 ديال الدقائق، عاد نبدا التعمار ديال الحريشات ديالي. دابا ملي كملت 5 دقائق دابا غادي نبدا نعمر.
عندي هنايا خديت هاد لي غامكان هادو، غادي ندير هاد العبار هذا، دهنتو بشويه ديال الزيت النباتيه باش يشد ليا فيه السميده. دابا غادي ندير السميده باش ما تلصقش ليا، فوالا بحال هيدا، ندورو كامل بالسميده. فوالا ونهز تقريبا معلقه، فوالا بحال هيدا، ندير الطبقه الاولى ونهز لي واحد المعلقه ديال الحشو، نحاول نفرقه باش يجي يجينا مفرق على الحرشة كاملة. صافي، ودابا ندير الطبقة الثانية ديال العجين ديالي. صافي ونسدها. الطريقة هذه باش كن الحشيوه كتجيني ساهله. فوالا، من بعد غادي ناخذ السميده غادي نغطيها من الفوق بالسميده. فوالا، دابا نحل في الجناب بحال هكا باش تحيد ليا. صافي ونحيدها، فوالا بحال هيدا. الميله نقدروا نزيدو نقادوها من الفوق شويه ديال السميده. فوالا، دابا غادي نديرها في البلاطو حتى نكمل الحشوه الاولى. بالنسبه ديال الفرماج نفس الطريقه، حتى هما غادي نهز شويه ديال الحرش ديال العجينه ديال الحرشه. ندير الطبقة الأولى ديال العجينة ومن بعد معلقة ديال الفرماج، نحاول ندهنها باش تجي يجينا الفرماج فيها كامل. نعاونو بيدينا ماشي مشكل. فوالا، غتجي محشوة بالفرماج. صافي ونغطيها دابا بالعجينة ديال الحرشة. من بعد ندردر عليها السميدة ونزلوها. فوالا بحال هيدا، نزيدو الجناب نزيدو عليهم السميدة. صافي، من بعد ما كملت بالتعمار ديال الحشو ديالي، دابا غادي نبدا نطيب. غادي نحطهم في المقلة اللي سخونة، غادي نهز بوحدة بوحدة. نحاول نقاد بيدي نقص من العافية، العافية تكون مويان ما تكونش مجهدة. من بعد من نحس بهم بقاو يشدوها في ريوسهم بقا ندورهم بحال هيدا. بالنسبة للحشوة ولا الشوربة ديالنا، غادي نحتاجو هنايا لي فلوكون دافوان، واحد زلافة معامراش، عندي هنايا جوج ديال المطيشات قطعتهم مكعبات صغيرة، عندي بصلة متوسطة تا هي مقطعة بحال هيدا رقيق، عندي الزيت البلدية، عندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، عندي معلقة صغيرة ديال الملحة، عندي معلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي،
ملعقه صغيره ديال سكنجبير، نص معلقه صغيره ديال البزار، وعندي معلقه صغيره ديال مركز الطماطم، وعندي هنايا عويدات ديال الصحتر. الصحتر عندي هنا طري، ما كانش عندنا طري نقدروا نستعملوا المجفف. فوالا دابا ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نشحر البصله هي الاولى بواحد شويه ديال الزيت، واحد 3 حتى 4 ديال المعالق كبار، والملح. من بعد ما تشحرات ليا مزيان البصله حتى تذهبات ليا، فوالا غادي نزيد مطيشه، غادي نزيد هاد العويدات الصحتر، العويدات الغلاض ما نديرهمش، ندير غير ديك الركوقين. غادي نزيد الإقامة، غادي نزيد النص ديال الربع، ونخلي النص حتى الاخر. صافي، من بعد ما تشحرات ليا واحد شويش هاد المطيشه مزيان، خلات فيها الاقامه، دابا غادي نمرق. غادي نمرق بالماء سخون، المرقه غير تغطى ليا. صافي، غادي نغطيها حتى تغلى ليا مزيان. صافي، من بعد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق بيطرت ليا هاد لاصوص. فوالا دابا غادي نمرقها بالماء سخون. صافي، من بعد ما غلات ليا دابا غادي نزيد لي فلوكون دافوان. وغادي نبدا نحرك فلوكون دافوان، دغيا كيطيبو ماكسيموم الا تعطلنا 10 دقائق، ماشي بحال البلبوله. البلبوله كتعطل لينا، البلبوله كتاخذ الوقت. نقص عليها العافيه. صافي، ونبقى مره نحركها. فوالا، هادي هي لاسوب ديالي من بعد ما وجدات. من بعد ما وجدات ليا زدتها هذاك الكزبر ومعدنوس اللي بقى ليا. صافي، فوالا، كنتمنى من الوصفه ديالي تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد. ودابا مبقى لي غير نودعكم ونقول لكم على بروشان فوا ان شاء الله وصفه جديده. مع السلامه.